لكن الطاعة كما قال الإمام الشافعي في الرسالة وأوردت كلامه في الكتاب، الطاعة في الإسلام هي ليس قال ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم، يعني طاعة مستثنات، طاعة محدودة في مال هذا الأمير من حق وما عليه، وليس الطاعة مطلقة كما يدعي. ثم الأسوأ من هذا ما حدث في تراثنا التاريخي هو أنه السلطة غير الشرعية أعطت لنفسها حقوق السلطة الشرعية، بينما الطاعة في الإسلام هي للسلطة الشرعية، لأنها هي صحيح. التي بينك وبينها تعاقد. ولذلك في الحديث من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، هذا الذي تجب طاعته. يعني أنت بايعته بيعة اختيارية وأصبح عهدا بينك وبينه، صفقة قلبه وثمرة صفقة يده وثمرة قلبه. للأسف في تراثنا السياسي وفي تجربتنا السياسية هنالك كثير من السلط غير الشرعية اكتسب أو منحت نفسها حقوق السلطة الشرعية، رغم نعم أن هؤلاء لا يحق لهم طاعة أصلا. نعم ومن أبلغ من تحدث في هذا الزمخشري في الكشاف في شرح آية الطاعة حينما قال هؤلاء حكام الجور ليسوا لا تحق لهم الطاعة، لأنهم ليسوا أمراء على الحقيقة وإنما هم لصوص متغلبة، استعمل التعبير هذا، هؤلاء لصوص متغلبة. هل يجب علينا طاعة اللصوص؟ هذا طبعا موجود في أطيعوا الله، في تفسير قوله في تعالى تفسير قوله تعالى أطيعوا الله اطاعوا الله وأطيعوا واطيعوا الرسول، الرسول واولي الامر منكم، هذا جيد في الكشاف يجب أن للزمخشري. نستخرج هذا القول. نعم. لأن سياسة وإن جلد ظهرك والجاميون وفكرهم الآن الحقيقة حديث يغزو كل بالمناسبة حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، رغم أنه في صحيح مسلم هو حديث مضعف، طعن فيه الدارقطني قديما من المحدثين الأقدمين، وطعن فيه حتى شيخ مقبل الوادعي وهو شيخ سلفي من دعاة الطاعة، طعن وقال أن الحديث ليس صحيحا. فهو الحديث الله. نفسه من حيث الإسناد فيه إشكال كبير، فهو يعتبر من المضعفات في صحيح مسلم. جميل سيدي، هناك الآن حملة تقول الأحاديث السياسية